بعث صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر برقية تهنئة إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة. أعرب فيها سموه عن تهانيه لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم، منوها سموه بما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة من إنجازات ليست على المستوى الوطني بل على كافة الأصعدة خليجيا وعربيا وإسلاميا ودوليا. وأكد سموه أن الرؤى الثاقبة وسياسة عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة اتسمت بالحكمة والتوازن في دعم قضايا العالمين العربي والإسلامي ونصرتها، فالأغرو أن تكون ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين مناسبة ليست وطنية فحسب بل تاريخية ومهمة في مدلولاتها ومعانيها. وأعرب سموه في هذا الصدد عن الاعتزاز بمسار العلاقات البحرينية السعودية وما تشهده من تطور ونماء على كافة الأصعدة في ظل قيادتهما الحكيمة.